السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي أكثر من صفحة، وليكن مثلا الصفحة دي فيها مثلا الشكل الأول، وبعد كده عملت من على البداية لتحت دي صفحة تانية وتالتة ورابعة، والصفحة التانية حط مثلا فيها الشكل دوت الإليبس دوت، وهاجي هنا أعمل على سلك وأقول له أنا عايز أضيف تكست، وليكن مثلا رقم 2، وأخلي رقم 2 ده يكبر شوية بالشكل دوت، ورقم 3 أقول له اعمل لي الشكل دوت، وممكن أحط بيج 4 أقول له حط لي الشكل دوت، وأحط رقم 4 بالشكل دوت. طيب أنا هنا في بيج 1 عايز أبدأ أحط مثلا الشكل دوت، وعايز أحط تكست أيضا، أقول له تكست تكست ده مثلا 2، وده نخلي التلاتة، وده لي 4. أجي على الشكل دوت ودوس رايت كليك وأقول له هايبر لينك، أنا عايزه يروح لنفس الملف، فأجي هنا سب أدرس وأروح مختار بيج 3 مثلا، أوكي أوكي، والاتنين ديت هقول هنا هقول له هايبر لينك، وأقول له هنا خليها بيج 2، وديت هخليها هايبر لينك بيج 4. دلوقتي لما بتقرب بشكل بتلاقي علامة لينك كده ظهرت لك، لو عايز تفعلها هتدوس كنترول وتدوس، تروح مدوديها في صفحة 3، وهنا هتدوس كنترول هيوديك صفحة 2، وهنا تدوس كنترول يوديك في صفحة 4.